صورني بالكاميرا، صورني صورة وصوت لك، صورني يا مخرج صور قبل ما أموت. الله. ولو ردت يا صاحبي ثبت لي هالكاميرا، وكلوز خذ لي بعد وقرب على جروح، تلقى محبتكم والله ساكنة وسط روحي. الله الله الله. أسمعك بالهاتف كلمات صقر المزروعي. نعم. يا دارنا وش صار كثر الوفيات، أستغفر الله كان حكم المقادير، ما فيه حادث إلا وفلان قد مات، وأخبار تتفجر عليها النواظير، واللي بقى مطروح كله إصابات، واللي من أحزانه قضى عمره كسير، كم بيت عامر قفلونه بحسرات، كل السبب وقع البلاء هالسيايير، قالوا وسيلة قلت عد الضحيات، وسيلة منها تشوف المخاسير، لو كنت متحذر لكل اتجاهات، الغير ياتونك برغم التحاذير، هذاك لاهي وذاك يجري اتصالات، مشغول بالهاتف ورد المخابير، تغفل عن الموتر وكله في لحظات، ما ينفعك يا صاح سوق المعاذير، ترى القيادة فن واخلاق، ترى القيادة فن يا الله. واخلاق بالذات، يلي مسكت الخط أسرع من الطير، يلي مسكت الخط أسرع من الطير، أبوك وأمك يرقبوا منك وصلات، وأطفالك أشواقهم صبح وعصير، واجب على الإنسان يمشي براحات، يدرك حقوق الدرب من دون تقصير، يا ليت ما روح زمان المطبات، يلي عليهن راحت البال في السير، أسمعك بالهاتف وأقول فلان مات بحادث سير. يا سلام. الله يجنبنا شر الحوادث آمين إن شاء الله. آمين آمين. يعطيك العافية وليد.